ايه ده مدام نوال؟ انا مش فاهم حاجه. ها ايه هو اللي اليوم الاول نزل من عربيته دخل محل الاكل طلب 2 همبرجر بالبيض زود صوص الباربيكيو راح للسايس مرضيش يديله بقى شيء؟ ايه ده؟ انا مالي؟ فين اوراق القضيه؟ هي دي اوراق القضيه يا متر عمرو؟ انا براقب جوزي. بتراقب جوزك؟ طب وانا مالي؟ انا راجل محامي وسمسار لعيبه، حد قالك عليا مخبر؟ ما انا جايلك على الصيت بتاع مدام فوتنا على الجروب وقالت لي اكيد في حل لمشكلتي عندك. مدام فوتنا؟ لا تحت امرك. طب مدام فوتنا دي زي والدتي، دي اللي مربياني على فكره، يعني دي في علاقه اسريه كبيره ربنا ان شاء الله خلصنا منها. انا تحت امرك، انا ممكن ارفع لك قضيه خلع، اطصهولك حكم نفقه، انت تامري. لا انا عايزاك تجيب لي ادله ارفع عليه قضيه ان هو خاين وبتاع ستات. عارفه يا افراح؟ ايه يا حبيبي؟ انا بعزك دونا عن اخواتك. ليه؟ ليه يا مزي يا حلو انت؟ لانك انت الوحيده اللي واخده مني الدم الحامي وبضطر على مراوح قلبي وبعرف اخد معاكي وسائل في الكلام. ربنا يخليك ليا يا رب. عارف يابا؟ عارف انا نفسي الاقي اخواتي واورث ليه؟ ليه؟ نفسي احس ان انا زي البنات، نفسي اروح الكوافير واصبغ شعري وانفخ شفايفي واشتري فساتين. انت عارف المره الوحيده اللي اشتريت فيها فستان كان من عند امي وحاسبتني عليه. نفسي احس ان انا بنت كده زي البنات، نفسي اتجوز. ما انت حلوه اهو زي القمر، والف مين يتمناكي. حلوه ايه بس يا ابو افراح؟ انت اللي حلو والنبي. بقول لك ايه يا افراح؟ نعم. قوم اعمل لي كوبايه شاي. هات فلوس عشان ما فيش شاي. طب اعمل لي قهوه. هات فلوس عشان نجيب قهوه. طب امشي اطلع بره. هات فلوس عشان اطلع بره. ايه ده؟ ده ايه القعده السكر زياده دي؟ اهلا وسهلا. مايا دي 25 سنة و500 شهر، ملكة جمال جلاء 4 سنين ورا بعض متتاليين، 2 جلاء و2 الدكرور. مصيبة يا مايا، مصيبة. الله يتلدي عسل. معاكي روجي كحلي؟ معاكي؟ لا. مطلقة وبرضه بحب طليقي. لما انت بتحبي اتطلقتي ليه؟ احكي لك بقى انا الحكاية حبيبتي. روحت البيت اتليته مع 4 بنات مرة واحدة، قالوا ايه؟ جايبين فراخ، كل واحد فرخة. رحت داخل عليه قلت له ينفع كده؟ ما تسيبليش فرخة، كلمة مني ولا كلمة مني. راح مطلعني انا الغلطانة ولا هو؟ طبعا هو يا حبيبتي. طبعا ده حيوان. ده حيوان فعلا. كنا هننسى. البت حبيبة. حبيبة كمان؟ يا نهار ابيض. يا بيبا. يا خبر. يا حبيبتي يا منكسر. يا سلام. يا منكسر يا حبيبتي. اتفضلي يا مدام حبيب. اقعدي. بالراحة عشان السلك. لا بس. حبيبة بقى منكسرة كده زي ما انت شايف. انا قلت لها مفيش غير المتر عم هو اللي هيحل لك الدنيا كلها. انت تأمري يا فندم. اتجوزت بنت 14 سنة عندها 3 صبيان وولدين بتربيهم لوحدها، وفي يوم رجعت البيت لقيت جوزها مع 9 بنات مرة واحدة. اتصدمت، صرخت. صرخت تاني. لا. قام رمى عليها يمين الطلاق وضربها بالقلم. راحت صرخت. لا. صرخت تاني. لا. ونزلت تجري في الشوارع حافية. ارتاحي يا حبيبة، حرام عليكي اللي بتعمليه في نفسك ده. حرام عليكي. دخلت على كشك قالت له لو سمحت ممكن اعمل تليفون. خدت التليفون. ترن ترن. محدش رد. ترن ترن. برضه محدش رد. رمت التليفون وطلعت تجري في الشوارع، وفجأة دخلت على كشك قالت له يا عمي يا بتاع الكشك ممكن اعمل تليفون؟ وبالفعل الراجل بتاع الكشك اداها التليفون واتصلت. ترن ترن. محدش رد. ترن ترن.
محدش ردت تلاقيها تجري شاورت لمركب قالت له مركب شد القلوع يا مركب وفعلا شد القلوع وبالصدفه قابلت في وسط الميه في وسط الميه ميه حبيبه قلبي يا ميه اموريني يا وحدي تعالي اتكلم معايا المركب لا 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 ما ينفعش لابسه مايو وفجأة مايا فعلا ما كانتش لابسه مايو ما كانتش بتكذب عليها وهي في وسط البحر عدى موتوسيكل شد شنطة حبيبة حبيبة صوتت لا صوتت تاني لا الولد قاعد يجري قاعدت تجري وهو يجري قاعدت تجري وهو يجري قاعدت تجري وهو يجري قاعدت تجري وهو يجري ثلاث ايام بيجروا ورا بعض لحد ما زنقته في الكورنر قالت له عايز مني ايه رح تهجم عليها قالت له انتوا كلكم كده طمعانين في جسمي قام قال لها هو انت حيلتك حاجه غيره والله الموضوع كبير وهياخد وقت زي ما احنا متعودين يا جماعه في قضاياكم مش عايز اعطلك معانا يا مدام نوال يعني الموضوع هيطول قوي وزي ما انت شايفه فان شاء الله احنا على تليفون ومستني تحويل الفلوس باذن الله على فكره يا دكتور احنا ممكن ندفع من جنيه ل 500,000 دولار مصري لا غير انا عارف بس انا مش عايز اضيع وقتكم اتفضلي يا مدام نوال اتفضلي خلاص يا متر هعد عليك في وقت تاني ان شاء الله اي وقت مكتبك مفتوح في اي وقت أوف. سوفاج سوفاج سنترماج مريب الباش يا اختي اقعد يا معفن انت وهو ايه اللي انتوا عاملينه في نفسكم ده عجبتك عجبتوني ايه وده اللي احنا متفقين عليه في يا عم ما احنا عملنا الدور كويس ودخلنا على اليوتيوب وشوفنا الستات بتعمل كده ده منظر ستات بسمتك ده منظر ستات طفشتوها الله يخرب بيوتكم قبضنا بقى اخلص يلا قبضنا قبضكم ايه مش لما نقبض حاجه منها عجبك كده يا حبيبه